شايفين قد ايه مستويه عم تفلت من بعض. انا يعني تركتها انصاف وزي ما قلت لكم الجاجة صغيره، والصراحه قلت بقدمها هيك مع خبز الطابون. احلى. هلا بفرجيكم كيف رح انزل البطاطا، رح احط عليهم بس شويه زيت زيتون، ورح احط عليهم شويه سماق، تمام. اذا حطينا السماق، حطينا زيت الزيتون، خلينا فرجيكم هيك، حطينا الملح، بس خلينا نقيم زيت الزيتون، حطينا الملح وحطينا الفلفل. هلا هو مع انه كله بده ينخلط مع بعض روان، بتقدروا كله يتبل مره واحده، بس يعني بصراحه انا بحب هيك اول شيء اتبل البطاطا. انا بحب طريقتك بتتبيل الخضره يعني لحال والدجاج لحال، بحس انه هيك بتنغنغ اكثر، بس هو اكيد بالنهايه كله رح يستوي مع بعض. ايوه، بس بدي احاول اخلطهم كثير منيح. صحيح، اخلطهم بهاي الطريقه. نقدر نكتر زيت الزيتون شويه صغيره. طبعا في اكياس الشواء الخاصه موجوده بالسوق، تتاكدوا انه تكون نوعيه منيحه، في انواع احسن من انواع. هذه النوعيه اللي انا مستخدمتها صراحه تركيه، لقيتها منيحه. فيا روان شايفه هذا الكيس يا حبيبتي، بس بدنا نفتحه اغلبك. هلا بقول لك كيف عشان دايب سخين. ايوه بس افتحي كامل. ايوه وهيك يا عيني عشان اقدر احط الخلطه هون. اكيد بدي احط فيه شيء. ايوه يا عيني. هاي هاي عشان بعدين نقفله فيها. خليني بس احط لكم اياها بهاي الطريقه. تمام. هلا رح امسك البطاطا مع البصل اللي عندي والسماق والملح والفلفل. انا عملت هاي الخطوه عشان قبل ما امسك الدجاج ويصيروا ايدي وسخين من الدجاج، بحطها بالاسفل. طبعا البصل كل ما كان اكثر بيكون اسكى، فرح ازيد كميه البصل شوي صغيره عشان هلا بنزل عليه كل السوائل من زيت الزيتون، والدجاج نفسه بيعمل زي مرقه وبتقدروا تغمسوه تغميس مع البصل. حلو. بالنسبه لتتبيله الدجاج رح احط اول شيء زيت الزيتون. طبعا هي عشان هاي الوصفه ما فيها بهارات ابدا، فاحنا بدنا نعتبر او بدنا نعتمد خلينا نحكي على زيت الزيتون مع عصير الليمون. انا رح اضيف عصير ليمون وخل، بتقدروا تضيفوا يا عصير ليمون يا خل يا اما التنين مثلي. صراحه انا بلاقي الخل كمان كثير كثير رح يعطي نكهه ورح ينهنه الدجاجه بزياده داخل الفرن. طبعاً. هلا رح نحط كميه جيده من السماق. اوكي، وبس، والملح والفلفل. هاي الفلفل الاسود وهي الملح، كتروا الملح شوي عشان ما تنسوا في كمية بطاطا جيدة تحته مع إننا ملحناها. وهون عندي الزعتر الأخضر، خليته ورق زي ما هو، رح أضيفه. تمام، هدول رح نستعملهم بعدين للزينة. هاي التتبيلة روان كلياتها. هلأ شو بدي أعمل فيها؟ بدي أمسك الدجاجة. الدجاجة عندي وزنها كيلو، قطعتها لنصفين، يعني حاطة الدجاجة بس تكون ماكسيموم وزنها كيلو للمدة اللي رح أحكي لكم إياها بالفرن. يعني أنا عندي بالفرن قدي أخذت، أخذت ساعة و45 لوزن الكيلو. أوكي. تمام؟ فإذا كانت الدجاجة عندكم أكبر بجوز تاخذ وقت زيادة. هلأ رح نحط أول إشي من برا بهاي الطريقة، وبعد هيك برضو بدي أخلي هاي التتبيلة والزعتر يتغلغل جوا الدجاجة، لأني حتى المنطقة هاي اللي بين الجلد بدي احط عليها احط زعتر جوا عشان كلها طعم يكون. فانت حتى هلا بتشوفي اللي رح يطلع معنا رح يكون شوي غامق لانه الزعتر تحت الجلد، بس كثير بيعطيه بصراحه نكهه طيبه. هلا شوفوا ايش بدنا نعمل. بدنا نحط الدجاجه فوق البطاطا. طبعا كل ما نقعتوها اكثر بيبقى افضل، بس مرات شو بعمل؟ مرات بحطها هيك بالكيس وبخليها تنتقع جوا الكيس قبل ما احطها بالفرن، وبرجع باخذ كل هذا الزعتر بنزله تحت الدجاج عشان ما ينحرق كثير معنا. بحط الدجاجة كاملة، بنزل عليها باقي التتبيلة الحلوة هاي عشان ما نخسر ولا إشي منها. هاي الزعتر بالزوايا. وهلأ روان أهم خطوة، طبعاً هاي الأكياس يا جماعة بيجي معاها التسكيرة تبعتها. طيب يا جماعة هلأ بنمسك الكيس زي ما هو، عشان أهم خطوة بعد تسكير الكيس روان إنه لازم نعمل فيه ثقوب عشان لما يدخل على الفرن. زي ما حكيت لكم وزن الدجاج اللي عندي كيلو، أنا هاي كلها أخذت معي ساعة و45 دقيقة على حرارة 200، ما وطيت الحرارة طول فترة الشواء. أهم إشي تعملوا الثقوب بهاي الطريقة نفسوها. في ناس بحطوا هون مي، ما في داعي، تاخذ معاكم بالضبط ساعة و45 دقيقة إذا كانت دجاجتكم أكبر شوي أكتر، إذا أصغر شوي أقل، على حرارة 200.
وهيك وصفتنا بتكون صارت جاهزة. بتقدروا ترشوا هيك رشة سماق فرش، يعني مش من اللي دخلت على الفرن، كمان بتعطي لون حلو. ممكن إني أعمل هيك هلأ بشي بالسماقات، تعطي لون حلو، بنحط رشة.